يا ابو درويش، انا ثقتي فيك كبيره ها وعاليه كتير. بقى الحقيقه بعتمد عليك انت ترجع الامور الى مجاريها. شلون عزمتها؟ ولا يهمك معلم طيفور، خلاص مجاري الامور راح ترجع مثل ما كانت واحسن من هيك. حبيبي بتروح هلا على الشركه تفتحها وبتلاقي الامور جاهزه مثل ما وعدتك تمام. لعيونك معلم طيفور، يلا دق الحديد وهو حامي. ابو درويش. نعم معلم طيفور. اتصل فيي بالتليفون الله يرضى عليك وخبرني اول باول شو بيستجد من احداث. لا معلم طيفور هيك مو منيح، انا عندي طريقه تانية. وهي انا اول ما اوصل على الشركه هلا بتصل فيك بالتليفون وبخبرك عن الامور اول باول. وشو بيستجد من مستجدات وبخبرك فيها، شو رايك؟ مو هيك احسن؟ كثير منيح، الله يعطيك العافيه. يلا خاطر مع السلامه مهونه. شو هالمصيبه اللي وقعت حالي فيها انا يا لطيف؟ بس هذا درويش جدع، بيرجع الامور الى مجاريها مثل ما قلت له. اكيد المفروض ساوي سكرتيري وخليه للعلاقات العامه، مو مثل هداك يلي لا بيهش ولا بينش. ذكي، خليه للقهوه والشاي. والله لا شفت بيت العمه. شو عم تساوي؟ انت جليتي شو عم تساوي؟ لك انا ابو الخير، انا المخرج ابو الخير. ارجع عني هيك جاي لك. العمى انت ما تستحي، لك لا تستحي دوبلتي، انت لا تضربي دمي من زمان منه. هذا مخرج كذاب. هي مزبوط كذاب بيستاهل. يا لطيف يا ام زكي، بعدين انت لازم ما تعصبي كثير لانه بيرتفع معك الضغط. ارتفع وخلص. معلش يا طنط ام زكي، هدي اعصابك لبين ما اروح اجيب لك فنجان قهوه على كيف كيفك. على اذنك بس المكنسه. روقي هدي اعصابك يا لطيف. يعني انا مالي عارفانه شو اللي مخوفك من ام زكي؟ اكليها شقفه مرا. شفتي شلون بنت امك قلتيها؟ انت قلتيها شقفه مرا. لو كانت رجال كنت ورجيته نجوم الظهر وطالعت عيونه. بس شو بدي اعمل؟ مرا اذا ضربتها ما بخلص، واذا ضربتني ما بخلص. لك مشكله. طيب انا عندي الحل. شو هو؟ اذا بدك تريح فكرك بعت لها ورقه طلاقه، هيك مرا ما بينعاش معها. هلا هذا الحل اللي عندي؟ لا في غيره كمان. يا ام درويش، ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. مو معقوله انا مجرد ما صار مشكله بيني وبينها طلقها. بدي اخذها على هواه عقلها. اخطي، ما بجوز اتصرف هيك. يعني بتحبها اكثر مني ما هيك؟ شوف الثاني على الحكي. شوف، لو ما بتحبها اكثر مني ما كنت تحملت اللي عملته معك. اللي بيعرف بيعرف، واللي ما بيعرف بيقول كف عدس. شو بتقصد؟ الحرمة باعت بيتها وعطتني المصاري لشغلهم وافتح الشركة. هلأ إذا طلبتني بالمصاري منين بدي أعطيها ياهن؟ أخ لو كان معي مصاري كنت عطيتها ياهن وخلصت منها بكلمة واحدة. إذا هيك معك حق، أنا ما لي عارفة عني إنه هيك. أخ يا رز، ولي على حظك يا ولي على حظي. لك انا شو بدي بالشغله؟ انا شو بدي بالشغله؟ ما بعرف. بس ليش عم تبكي لك استاذ؟ يا زكي، لك عم ببكي على حالي. معقول يا زلمه في ناس بتوحشها بهالدرجه؟ هدول نسوان هدول. خانه مع مرتك ما هيك؟ بسيطه اصلا الحياه الزوجيه بدون خناق ما حلوه. اسالني الي. الله يخليك يا زكي، لا تزيد على قلبي. خدني على شي مستوصف او شي مستشفى، ياخذوا لي تصوير طبقي محوري، اشوف كم كسر صار من امبارح لليوم. الله يلعن الفن وساعته. بسيطه، بدك تتحمل. الفن بده تضحيه يا استاذ. شرف. شيل لي زكي. لك شو شيل لك؟ زنيت انت. تعال انت. الو، الارصاد الجويه. انا درويش.
ايه خذ استلم النشره الجويه ليك جاهزه. اولا الطقس غير مستقر، منخفض جوي رهيب المنخفض، فوق الشركه غيوم كثيفه ومتلبده، الرؤيه معدومه نهائيا، الرعد والبرق مستمران، طوفان عارم، ميم اصابه صاعقه وذهب مع الريح، المنخفض ما زال مستمر، انصحكم بعدم الخروج من المنزل. حول والله ما عم بفهم شيء انا. هاتي لي شوي. قولي ما قلت لك يا ام درويش مو ناوي على خير؟ ما انا ناويه خير. شوفي امزكي ضارب المخرج ومو معروف شو مصيره. شو عرفك؟ شو عرفني؟ هيك البرقية عم تقول. مصيبة مصيبة يا ناس. هات لشوف البرقية انت تاني ورجيني شو ها. هاي نشرة جوية. بس شو بيقصد بمين؟ المخرج يعني المخرج هذا آكل قتل ومفرق، الله أعلم شو مصيره. هاي مو ناوية تمرق الأمور على خير منوب، الله يستر. لا تخاف لا تخاف، مو معقولة لأنه ابني درويش بيكون مبهرة أكتر من اللازم مثل عاداته. يعني معقولة امزكي تضرب المخرج؟ إيش دخله؟ هاي مو شايفة قدامها جنة. طول بالك يا معلم طيفور، مو معقولة المنخفض يضل فوق الشركة، يعني بوقت قريب أكيد رح يزول. بس زكي طلع من البيت وعم يقولوا بنصحكم بعدم الخروج من المنازل، انا خايفه زكي يكون صاير له شيء. لا يا بنتي لا لا تخافي لا تخافي، لو زكي صاير له شيء لا سمح الله كان اخوك درويش ذكر بالبرقيه حرف الزين. ها هلا بعد ما رقتي صار فينا نحكي. طنط ام زكي انت بتعرفي انا قديش بحبك وبعزيك. بعرف بعرف بدون ما تقول. حلو كتير، لذلك فينا ندخل بالموضوع مباشرة. أنا حابب أنه نزيل هالشوائب وترجع الأمور إلى مجاريها. تفضل. لذلك كل التصرف اللي تصرفتي غلط 100%. شلون؟ بدك يعني اسكت له بعد كل اللي عمله معي؟ يا طنط أم زكي، جواز طيفور من أم درويش أصبح حقيقة واقعة ما في مفر منها، لذلك أنت المطلوب منك الاستسلام والعيش مع طيفور بهذا الواقع. يا درويش أنا مستحيل أني أقدر أعيش معه، شو عملت معه غلط لحتى راح أتجوز علي؟ يا طنط أم زكي، هلأ إذا لا سمح الله انفصلتي عن طيفور وين بدك تصفي؟ وين بدك تصفي؟ بالبيت بين أربع حيطان. نعم راح تقليلي أنه طيفور كمان حيط، بعرف هذا الشيء أنه طيفور حيط بس بيحكي، والقعدة بين خمس حيطان فيهم حيط بيحكي أحسن من القعدة بين أربع حيطان ما فيهم ولا حيط بيحكي. أو طيفور رغم غلاصته أحسن من العيشة لحالك بالبيت مثل البومة، لذلك الكحل أحسن من العمى. هيك أنا رأيي، وأنا رأيي إنك ترجعي له للمعلم طيفور. أنت هيك رأيك؟ إيه نعم، نحن ما منرد لغير الخير يا طنط أم زكي. ماشي، بس أنا في إلي شرط. شو هو؟ إنه يعدل وينصف بيناتنا، مو يخليني أنا قاعدة لحالي بالبيت ويروح يرطل لي بأم درويش. لا شو هالحكي يا طنط أم زكي، هذا ظلم ونحن ما منرضى فيه، هذا حق مكتسب. ليلة هون ليلة هون، والليلة أنا إن شاء الله بشوفه للمعلم طيفور وبتفق معه على كل هالأشياء هي. توكلنا على الله، أنا بانتظارك. مليت. الله معك، مع السلامة. لسه بتقلي خلص منها؟ ما شرحت لك السبب يلي بيخليني ما طلقها ولا قلعها؟ ما بدها شي شغلة محلولة، عطيها مصرياتها وقلعها ولا معها. لك شو هالحكي يا ام درويش؟ بيهون عليك يصير فيي هيك؟ انا صاحب شركة وصار اسمي بالعلالي فوق، اتشرشح وتبهدل معقولة؟ هلا هيك يا طيفور انت بدك تكفي حياتها؟ لا هي مو عيشة ابدا. انا والله قلبي عليك، انا ما بحب تكون مهموم وزعلان وقاعد عم تفكر. انا بعرف انك انت الوحيده اللي هكلاني همي. بتعرفي ام درويش انا عندي حل ونخلص فيه من ام زكي نهائيا. وشو هو الحل؟ شو رايك نبيع بيتك ونسد حقه لام زكي ونخلص منها وبصفالك انا بشحمي ولحمي وابتسامتي وحناني كلي الك؟ شو رايك ام درويش؟ شو هالحكي يا طيفور؟ ونحن وين بدنا نسكن؟ بنشتري شقه صغيره وبنسكن فيها. ايه وابني درويش وين بيروح؟ ابنك درويش صار كبير بيدبر حاله. لا انا ما بتركه لابني، انا ابني مالي غيره. بكره بيجيكي كلامي، ها بتلاقي حالك بهالبيت صفياني بقمع راسي، بتقاقي وما بتلاقي. شو قلتي؟ اتركني فكر. ايه فكري على كيفك، شو عليه؟ بس بكره بتعرفي انه كلامي هو الصح. هيك صارت البرقية جاهزة تمام التمام.
ألو حول برقية من دال درويش. المنخفض الجوي تلاشى والحرارة دون معدلها، الرياح متقلبة، إيه والبحر هائج، الأجوائيات شبه مستقرة، على طه الالتحاق بشين فورا بالسرعة القصوى. حول هلأ كل شيء تمام التمام، وبدك تزهزه يا درويش على 24. روح. المقصود بالبرقية انه ام زكي طلعت من الشركة. بس اللي ما عم بفهمه كيف انه المنخفض تلاشى والبحر هائج. إيه بس عم يقول بالبرقية انه الاجوائيات مستقرة، بس شو بيقصد بطه شين؟ طه يعني طيفور والشين يعني الشركة. بس انا خايف خايف. من شو؟ انا خايف يكون ملعوب من ام شكردوم، يجروني على الشركة وساعتها تعلق العلقة بيني وبينها. لا ابني درويش مو معقول يساويها. يلا روح وتوكل على الله. الله لا يوفقه، الله لا يوفقه ولا يوجهنا الخير ويعين جوز عليها. لك يا اخي هي لا تنتمي للمجتمع البشري، لا تنتمي. عمين عم تحكي استاذ؟ عن مرتها الاولانيه لصاحب الشركه. الله لا يوفق، الله لا يوفقك انت. لك انت واحد ما بتستحي، سلك عامل لي حالك مخرج وفهيم. لك مو عارفان هي اللي عم تسبها بتكون امي. لك تفي عليك واحد ما بتستحي. لك طول بالك طول بالك طول بالك يا زكي، باري خبر انه هي امك. طول بالك كثير يعني استقلي بنت زكا. واضحه انا زكي وهي ام زكي، يعني هي امي وانا ابنها. لك يا اخي لا تؤاخذني، حقك على راسي. يعني الله وكيلك انا ما بعرف شو صار فيني. انا كل شيء بفهمه اخراجيا انه صار اكل قتلتين من امبارح لليوم، يضرب المسلسل وساعته. امشي طول بالك امشي. انه ما في حدا هيك يا جماعه، لا هبوب ولا دابوب. اهلين معلم طيفور. لك هذا انت؟ ايه اهلين، يا صباح الخيرات. يا صباح الفل والياسمين. هات بوسه من جبينك خود على هالموقف اللي وقفته معي امبارحه. ولو يا معلم طيفور، هذا واجبنا. الله يكبر واجبك ويعلي مراتبك ان شاء الله. ساوي لك شاي ولا زهورات ولا قهوه؟ لا عدت لي هالكلمه. أنا أنت وأنت أنا، شو ساوي لي ما ساوي لي؟ حلو حلو كتير. شو صار معكم قل لي؟ بدك العنب ولا بدك الناطور أنت؟ لا بدي العنب، أنا شو بدي بالناطور؟ أخي ولا يهمك معلم طيفور، كل شي تمام التمام. حبيبي أبو الدرويش وضح كلامك، حاكم هالأيام كتير من الكلمات صار إلى أكثر من تفسير. شوف يا معلم طيفور، نحن معجوقين وملحوقين، من بكره الصبح بدنا نبلش بتصوير مسلسل تل العفاريت، مزبوط ولا لا؟ لذلك شو ما بقول لك بتعمل، اليوم المساء بدي روح انا وانت على بيت ام زكي، مو بيت ام درويش، لحتى نعقد الصلحه ونرجع الامور لمجاريها، مشي؟ كثير منيح، بس انا خايف. لك شو خايف ما خايف انت الثاني؟ طالما انا معك لازم ما تخاف، ولا مو معبي عينك يعني؟ الحق علي انا اللي عم اشتغل بالمساعي الحميده. خلاص خلاص بقى، طول بالك درويش طول بالك. انا ما قصدت هيك، المسا بروح انا وياك، بس انت هدي بالك واهدى وروق، تعال عود على الكرسي تبعي. ما بدي اقعد على كرسي ولا على مرسي، شرف روح ساوي لي فنجان قهوه خليني روق راسي. روح. حاضر حاضر، رح اساوي لك احلى فنجان قهوه. يلا عوام. درويش كل الحق معك. طيب أنا إذا كان ترك الطيفور وين بدي روح بحالي؟ ها معناتها رجعنا تيتي تيتي، مطرح ما رحتي مطرح ما جيتي. العامة شو أني حوبي كنت خربت بيتي بإيدي. لا معك حق يا درويش، مزبوط معه حق. المسلسل هو استاذ تل القرود تل العفاريت اسمه تل العفاريت رعب بوليسي يعني هو؟ طب شو بيعرفني وين مفتاح وين؟
معقول مسكرين شركة بكير؟ هو شوف المعلم طيفور أكيد ما إجا، ودرويش بتعرفه عواطلي ومو داير باله على شيء. يا أخي هذا الحكي ما بصير، ما بصير، لكن الوقت من ذهب عم يمر ما بصير. يعني شوف يا أستاذ زكي، بكرة الجوزة فات على شتي ما فينا نصور، بصير وقت غير مناسب يا أستاذ زكي. شايف أنا إلا ما في حدا، شو رأيك نروح على البيت وبتشوف المعلم طيفور تتفاهم أنت وياه؟ أنا على البيت ما بروح، يا أخي أنت ليش تكرهني؟ أنا على البيت ما بروح ما بروح. خلص لا تخاف أنت الثاني، لا تخاف، إيديها لحماتي أخف من إيدي أمي، يعني إذا ضربت بتضرب هيك بوعي وبحنونية، وأنا خلص خلينا نمشي، روح اتكل على الله خلينا نمشي. الله يمضي هالمسلسل على خير. شرف شرف. لا مش واجبك، شرف. يلا درويش. شو انا فكري تفوت قبلي انت، صلح الاجوائيات وظبط الامور بعدين انا فوت، بلا ما نتعالى احنا وياها ونتخانق وناكل اشياء قتله ثانيه. شو هي قتله ما قتله؟ بتكون بدها تخانقك لك بتصير تتخانقني الي. اخي انا ما فوت الا ايدي على ايدك ورجلي على رجلك. لا تعمل لي هي هي. بدك شريف ما بدك انا ماشي. لا لا تعال خلاص فوت معك، امري لله فوت. ليش الجبل ليش خويف انت؟ مرحبا طنطم زكية. أهلين ابني درويش. شلونك؟ الحمد لله تفضلوا. شرف معلم طيفور. ما بصير تفضل فوت أنت أول. لا ما بصير، معقولة فوت أنا قدام منك شرف؟ يا أخي أنت بتحرجني كل إحراج. شو طنطم زكي ما بدك تسلمي على المعلم طيفور؟ لا. شو هالحكي؟ خلينا نمشي لكان احسن لنا، يبدو انه ما لنا كرامات هون بهالبيت. درويش. نعم. بالنسبة لك كرامتك محفوظة، بس اللي معك ما بتستلم عليه، اني شو عمل معي؟ بس يا طنط ام زكي، بالنسبة للمعلم طيفور انا بكفله انه ما يتجوز اكثر من تنتين، مظبوط هالحكي؟ لا تنكس عقالنا. ولو انت كفيلي، معقولة خيبك؟ إذا كان شرف مد ايدك وسلم على طنط ام زكي اوام. مرحبا ام زكي. اهلين. ها يا عيني عليكم، هلا صار فيني اعمل فنجان قهوه نشربه عربون للصداقه والمحبه. لك تعال تعال لهون. شو تعمل فنجان قهوه انا موجوده؟ اتفضلوا انتم ارتاحوا جوا وانا رح اساوي الفنجان قهوه. الله يخلي لنا اياكي. فوت نقعد بالصالون فوت. واقف واقف واقف. سبك سبك استاذ خير توفي. يا زكي انا في شغله معك فوت بمخي، يعني احنا هلا رايحين لعندها، هي نفسها ضربتني بالشركه؟ لا، اللي ضربتك بالشركه هي مدام طيفور الاولى اللي هي امي، اللي رايحين لعندها هلا مدام طيفور الثانيه اللي هي ام درويش، بس كمان ضربتك بالشركه. ايوه هلا فهمت عليك، قلت لي ظريفه مو هيك؟ سبك يا استاذ خايف انا معك لا تخاف. لك يا زكي بهديك المرة كان درويش معي وقلت أطي حشك لبك يا زكي. أوه سبت لك درويش، درويش واحد خروق. خلاص امسي معي أنا بس فوت على البيت، كلهم بيخافوا مني بينرعبوا، ما حدا بيسترجع يحكي كلمة. سرف سرف شرف شرف سرف. شوف يا معلم طيفور، مو كل مرة بتسلم الجرة، أنا هالمرة ساعدتك، يعني اللي علي عملته وأنت الباقي عليك. انت ما قصرت ابو الدرويش وانا ما بنسى لك اياها طول العمر. اهلين سهلين. عنيك عنيك طنط ام زكي، يا احلى طنط ام زكي. تسلموا ايديك. تفضلي ارتاحي. شوف يا معلم طيفور، من اليوم فطالعا ام زكي نمبر 1، يعني قمه في رقه الشعور والدلال والاحترام، وانا شاهد عيان. بشوف يا معلم طيفور، حسك عينك تزعجها لام زكي. أم زكي إنسانة ناعمة، مو مثل أم درويش. أم درويش بتتحمل مصاعب الأحاسيس، بينما أم زكي لا. بقى رح أحاكيك جوز كلام، بدي إياك تشنقله وين هون بخرم أدناك، أفهم منيح. أخي الصلح سيد الأحكام، واللي راح راح، أو نحن أولاد اليوم. وشايف هالمخلوقة هي؟ شفتها؟ هي اللي مو بعين حدا، يا ما عانت، يا ما قاست. أخي شو بدك أكثر من ابنها الوحيد؟ طلع قليل الأصل، تركها بعز ما هي محتاجة إليه.
بقى انت لازم تكون اخوها وابوها وامها واختها وعمتها وخالتها وابنها كمان، يعني الكل بالكل، يعني مثل ما بيقول المثل كله على كله، ولما تشوفه ابقى له النتيجه. خلاص خلاص ابو الدرويش مثل ما بدك. شو شايفك ما بتشربي قهوه؟ وين فنجانك؟ خي خي اشربي فنجانك. لا اشرب انت وتهنى، انا من شوي شربت صحتين وهنا مو جاي على بالي. قوم نشرب قهوه انا وياك. ايه شو علي؟ نحن نسينا القهوه كمان. بالنسبه للمي بتحب تشرب انت ولا اشرب؟ لا من زمزم ان شاء الله. شكرا. جميل جميل كتير يا زكي. لك شلون فيك مكان وانت ما بتقلي؟ هذا مكان رائع كتير كتير يا زكي. بس يعني معلش عدم مؤاخذة استاذ، ما رح تستفاد شي لانه حماتي ما رح تبيع البيت. ومين قال لك اني راح اشتريه يا زكي؟ لكن ليش صار لك ساعة عم ترسم وتبصبس وتبحلس وتعمل لي هاي الحركة؟ قلت لي ليش؟ لانه يا استاذ زكي هذا هو رح يكون اللوكيشن الرئيسي. ايوه البوكيشن ايه اللي من الاول يا استاذ الله يصلحك مشان البوكيشن الرئيسي. زكي تفضل انت واستاذ اشربوا قهوه. شرفوا استاذي مشان تشربوا القهوه. شرفوا تفضلوا لهون. شرفوا بس عملكم على الصوفا لانه حماتي اذا صار شيء بتعملنا مشكله. شو هلا هذا؟ شو جميل جميل كثير يا استاذ زكي، راح تكون الزوجة. شو عم تحكي يا استاذ انت؟ هي مرتي بدرية ومتجوزة كمان، يعني لاقي لك شي وحدة عجبة للدور. افهمني يا استاذ زكي افهمني، المدام راح تكون زوجة البطل في المسلسل. عن جد عم تحكي استاذ؟ طبعا عن جد يا مدام، طبعا عن جد. فيكي كل المواصفات لانك تكوني بطلة العمل، وانت يا استاذ زكي بطل العمل كمان. الاستاذ طيفور محظوظ كثير بالشخصيات اللي راح تعطي العمل قوة دفع رهيبة رهيبة كثير. ايه استاذو امتى موعد التصوير؟ غدا غدا ان شاء الله. استاذ رح روح قلها لامي اكيد رح يطير عقلها. استاذي الله يخليك، يعني جاب لنا هيك شيء مثل غير مرتي بدريه. شو السبب؟ يعني السبب انا خايف انه تنزعلنا المشاهد، مو بس المشاهد تنزعلنا كل المسنسن. بالعكس بالعكس يا استاذ زكي، انتوا رح تعكسوا الواقع الحقيقي للزوجين. ان شاء الله الله يستر. امي يعني هو قال انه بدك تمثلي انت وجوزك زكي؟ لك ايه امي ايه، بكره التصوير. كثير منيح الله يوفق يا رب. بتعرفي امي خايفه زكي ما يعرف يمثل ويقلعنا المخرج انا وياه. يو وشو دخله المخرج؟ شلون شو دخله المخرج؟ المخرج هو الكل بالكل. مظبوط اللي عم تقولي، بس طيفور بالشركه هو الكل بالكل، يعني هو بيحط اللي بده اياه وبيقلع اللي ما بده اياه. ايه شو دخله المخرج؟ يشرح حاسد يا فتاح يا رزاق يا كريم. يشرح حاسد اذا حسن، يشرح حاسد اذا حسن، يشرح حاسد اذا حسن. شو عم تساوي فوق راسي؟ عم بقرا لك مشان الحسد والغيره. خلص ابن عمي روح بكره صور وتوكل على الله وباذن الله محمي ان شاء الله ان شاء الله. فهمتوا شو بدكم تعملوا؟ كل شيء اتفقنا عليه اوكي؟ انا من عندي فهمان كل شيء وحافظ دوري على الـ24. مدام فهماني كل شيء وحافظه دوري على الـ24. يلا اوكي. لا تخافوا شدوا لي حالكم وبلشوا بالكلام، يعني خذوا واعطوا مع بعضكم. ماشي ماشي. يلا جاهزين انتوا؟ جاهزين جاهزين جاهزين. الفراش جاهز؟ إضاءة صوت كله جاهز؟ أكشن موتور 5 4 3 2
شو يعني نبلش هلا استاذ؟ نبلش نحن نبلش. لك بلش انت وياها، احكوا بقى احكوا. عود يا استاذ عود، شغلتي هاي شغلتي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر يا ساتر، اخذ الشيطان ولا تطلعي برات البيت، لانه انا ما عملت لك شيء ابدا ابدا ابدا. يلي يلي بهين اخي، بهيني دافو. هذا 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 اخوك اناني و اناني هذا اخوك اناني، وانه التي يخرب البيوت، ويجب ان اقدحه بكس، حط راسه بالسقف لانه كسر سور السراسير. شوف زكي، انا ما بسمح لك تحكي عن اخي هيك، واخي رجال وقد لحاله. وعم تردي بخلقتي وتكسورينا كلمتي؟ خدي ولا زكية خد. اي 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 امشي معنا على البيت هلا بتمشي، ومن اليوم ورايح لا انت له ولا هو لك، فهمتني؟ يلا شوف امشي، بدي اعرف شلون صار الرجال فجاه وصار يهين كرامات العالم. ها طول بالك يا استاذ، طول بالك، انا قلت اسم الخاص المشهد، ثبات في المكان يا اخي. لك بعد لي هيك تروح على بيتنا؟ لك اهدى شبك اخذ الشيطان، لك هذا تمثيل هاد. ما بيصير هيك يا معلم طيفور، سبني وما حكينا، بس يضربها قدام عيني شو ما في رجوله؟ خرسي ولي؟ ما حكيت انا. خرسي يا سلبا. امشي امشي معي على المكتب، نشرب قهوة ونحكي على رواق. ما بدي ولو تعا. جهزوا لنا مشهد 62. اترك ايدي يا معلم طيب شوي بقى، عاشت تورني. اترك يا اخي، المشهد هيك بده، التمثيل هيك بده. قال لا المشهد مو هيك. شلون كان؟ هات لشوف يا اخي. بالمشهد ما في ضرب ولا كلمات، طالعة نازلة نازلة طالعة. طيب طيب طول بالك طول بالك، قال هيك رؤية المخرج للمشهد. ما بيصير ما بيصير تكون رؤية المخرج مع هدم الكرامات يا اخي. طول وقته هالمخرج قاعد يفهمنا انه هو صميطعي، رجل صميطعي، انا صميطعي، ما له صميطعي، هو صفيرة طلع. طيب طيب خلاص اهدى روق، هذا المشهد مشي حاله. لك طولي بالك، خلينا نتفاهم. ما في تفاهم بيني وبينك، بدك تمثل وانت مثل، انا خلاص ما عاد بدي مثل. لك يا بنتورة الفن بدها تضحية، انت لسه ما ضحيتي بشي، بعدين اخوك لا تردي عليه لانه ما بيعرف يمثل وما بيفهم اصلا. ليك انت عم تقول عنه ما بيفهم وبيعرف يمثل، انا ما بدي مثل اخي. بنتورة بنتورة يا استاذ، ما بيصير تخرج عن النص، لازم تتقيد فيه، خلقت لي مشكلة انت. بالعكس بالعكس يا استاذ طيفور، بالعكس تماما. هذا المشهد قدامك يا استاذ طيفور، لو تصور مثل ما هو بيطلع جامد. بس انا حولته يا استاذ، حولته من حاله الجمود لحاله التأجج والحركه، صار فيه ابداع ابداع يا استاذ. بعدين لو سمحت لك، انا لي رؤيتي الخاصه في هالمسائل، لو سمحت استاذ. بس انت طفشت الممثلين، ما بقى حدا يمثل معنا. مو مشكله مو مشكله كلوب، انا على استعداد اني اجيب لك 100 ممثل بدالهم. لك ما حدا بيعرف مصيبة حدا. شو هالحكي لك بنتي؟ معقولة؟ ضربك قدام الناس هيك ومرتاحة؟ لولا أخي درويش دخل آخر دقيقة يا أمي، كان لسه بتضربني كمان وكمان. هذا اللي بنقول عنه أجدب، شفتي شو طلع منه؟ بسيطة لك بنتي بسيطة. مرحبا. ولا؟ أنت شو عامل مع بنتي قدام الناس أنا مرت عمي شو عامل؟ أنت لك مين؟ عم تضربها وتبهدلها وتجرح كرامتها؟ ايه هو حماتي يعني، مزبوط انا ضربتها بس مو عن صح وصحيح. شو هي كمان صح وصحيح؟ منين جايب لي اياها؟ يعني عن دود مو عن حقها. بالله تضرب البنت وتورم لها حنكه وتقلي مو عن حقها؟ شوفوا لا، يلي بده يحط ايده على بنتي عينتين وتنتين بدي بلبس له اياهم، فمان. طيب هي درويش قدحني قتله حشكو لبك قدام الناس وما فتحت تمي بحرف. طبعا بده يضربك لانه ابصر شو عامل معه. روحوا لا، نقلع على غرفتك قوام، روح من خلقتي احسن ما كسرك وكمل عليك. لا يلا قوام. ماشي هدولي حالكم بالبيت، ما في غيركم. الخبط
تربي الموديل. قومي امي. بس حبيبتي الله يرضى عليكي. خلص حبيبتي خلص. قومي حبيبتي غسلي وشك. يلا يلا تقفي. يلا يلا قومي. يلا يلا. هلا كل اللي صورناه بدنا نكبه ونصور غيره يا استاذ. طبعا يا استاذ نفور طبعا. اذا الممثلين رفضوا انه يتابعوا معنا راح تحل مصيبه ويرتفض العمل يا استاذ، وعليك مسؤوليه ما بتحملها ابدا. بعدين يا استاذ رجاء لا تتدخل بشغلي. ولي شو هالمصيبه هي؟ منين الله بعث لي هالدرويشات؟ منين؟ وين وين وين؟ قل لي شو قررتوا بسرعه. بدي روح حاول اقنع هالممثلين بركي بيرجعوا بيشتغلوا معنا بشي قرشين زياده. ضروري ضروري يا استاذ، انه الممثلين اللي معنا صاروا راكور. ولي راكون فضائل قل الله واحد. يا لطيف يا لطيف. حماتي يا خير شو بدك؟ شو انا بدريه ماني شايف فرحت على الشركه شي؟ نايمه جوا بغرفتي. ليش قليل حضرتك الشيء اللي عملته فيها قدام الناس؟ لك اكيد انت بتقصدها مشان حتى تبهدلها وتنتقم منها. هلا معقوله انا اضربها لبدورتي حبيبتي؟ طالما المشهد ما في ضرب ليش لحتى تضربها؟ حماتي شو رايك تروحي تندهيلها مشان تجي لهون وتضربني بدال الكف 10 كفوف؟ منشان شو؟ منشان تسترجع كرامتها اللي انسلبت. ايه سكوت سكوت حاجتك جد بيا. اعملي لنا شي فنجان قهوه بلاها. أنا رايح على بيت أم درويش. شو جابني على بيت أم زكي؟ ما صفي براسي عقل. شلشني شلش هالمخرج. شو هاد؟ شو هاد يا درويش؟ شو هاد تمثيل حلو هاد؟ مو معقول أبدا، مو معقول يا درويش. لقد أثلشت صدري، أثلشت صدري يا درويش. لكون عم تكذب، يعني قصدي عم تمزح. لك لا يا درويش لا لا. شو عم امزح؟ ما امزح. معقول يا درويش؟ معقول؟ لك انت فاجأت الجمهور، فاجأت المشاهدين من ذلك الوقت. لقد استشت صدورهم يا درويش. لقد قمت بعمل درامي يستحق التقدير والاحترام يا درويش. شو هالحكي؟ بس انا خايف على صهري ابو الزير. من مين؟ من حماته بدرية. اكيد هلا وقعت الطابوسه براسه. درويش شو الفن؟ بده تضحي حبيبي وبده يصير فنان. بده تضحي. هي ما نضحي يا اخي. رح تقنعني هي. كل الحق عليك انت يا سيد طيفور. علي انا؟ ايه طبعا. كيف بتسمح انت للمخرج انه يخرج عن النص ويتصرف على كيفه؟ انا شو بيعرفني؟ تفاجأت بالموقف وما شفت الا هالمعركه دايره بيناتهم. حاولت خلصهم من بعض، منعني المخرج. بعد ما خلص المشهد حكيت معه ليش عملت هيك؟ هذا الشيء مو موجود بالنص. جاوبني هي رؤيتي. وانا هلا بالي علموس على الحدين، ماني عارف شو بدي ساوي. بعد ما صرت خسران مبلغ منيح عقلي طار من راسي. تصوري تصوري الطريق قدامي ما عم اشوفه. ولا يهمك، انا هلا بقنع لك بدريه خليها ترجع على الشغل. اقنعي يا دخيلك، لانه عم يقولوا انه صارت راكون. أمي بدرية بدرية. نعم أمي. نعم أمي. أمي البسي أوعيك وحضري حالك، المعلم طيفور برا مشان تروحي معه على الشغل. لا أمي مستحيل مستحيل أنا مثل بعد اليوم. بعدين يروح ويروح ولا أقول النجمة تاني غير يتمثل معهم. والله بإيدك حق، المخرج كان لازم يتقيد بالنص أو على القليل يقلكن قبل ما يتصرف. بعدين المعلم طيفور عم يقول إنه أنت صرتي راكوم. يا أمي يا أمي انتي بون عليكي أنا تهزأ قدام الإخوة المشاهدين. بكرة بس نعرض أعمالي ومسلسلاتي على الشاشة قولوا ليكا هاي هي هي اللي أكلت الكف. يا على قامتي، معناتها الكف مأثر عليكي كتير. نامي حبيبي قلبي نامي تقولي نامي. تأخرنا على الراكون. تعرف معلم طيفور، يعني لو مش شغلة كلها على بعضها تمثيل بتمثيل وعندود كنت أدحت
رحتوا كف للدرويش، جبته على الكاميرا دغري، لكان انا يقتلني ويبهدلني ويشرشحني قدام الناس مع فشهر؟ اسكت ولا بلا منفخه، صهري وبعرفك، احمد الله يلي ما درويش خلص عليك بالمره. طمنيني، وافقت قبلي؟ والله مالي عرفانه، بظهر الضرب كثير مأثر عليها، على كل حال اتركوا لي اياها، انا مقنعة اتركوها. الله يخلي لنا اياكي، الله يرضى عليكي، يلا الحقني، الحقني على التصوير يلا. على كل حماتي قلي لها لبدرية ما عاد اضربها بنوب بنوب، وراح اتقيد بالنص شو ما قالوا راح اتقيد فيه، والمخرج شو ما حكى ما راح اقول له شيء وما راح رد عليه بنوب لانه كله على بعضه ماني قابضه. خلصني خلصني لا تعطلنا، صرت راكون انت يلا امشي. نزل ايدك لا تقول راكون، راكون واحد مثلك فهمت ولا لا؟ من غير شيء عم اشتغل معك بتراب المصاري، اصلا انا اللي مصور انه انا لازم اخذ اقل شيء على الدور 6300 ورقه وبطلت مثل انا. بالله شو بدك تمثل خصم على راسك تعملها؟ امشي ما بدك تاخر على العالم. ان شاء الله تكون عجبتك الفكره اخي ابو الخير. لك شو ابو الخير ما ابو الخير؟ لا عاد انت رفعت الكلفه بنوب؟ ها؟ لك شو مفكر حالك انت؟ بدنا نقعد نبيض على بعضنا يعني؟ شو كلفه وما كلفه؟ فنانين مثلنا مثلك، ايوه؟ إذا ما عجبتك الفكرة بلاها كمان. شو بلاها يا أستاذ درويش؟ بالعكس هذا الصح، هيك لازم يصير. أستاذ درويش انت فنان متعدد المواهب، استاذ درويش انت فنان فلتة، استاذ درويش انت فنان صميدعي. الله يجبر بخاطرك. دعني اكمل، اي لا تنحني واسمح لي. عرفتي شلون امي؟ مثل ما قلت لك الله يرضى عليكي. خلص امي كرمالك رح اروح. يخلي لي اياكي يا رب. حبيبتي تعرفي انا يعني لو ما ترجعني المعلم طيفور والله ما كنت بقلك، بس بيني وبينك انا ما بحب اكثر بخاطر المعلم طيفور، فمشان هيك امي الله يرضى عليك رجعي على الشغل وروحي يلا هلا حضري حالك يلا يلا. خلاص انت ما عليك، انا بظبط الامور 100%. تعرف يا درويش انت من اليوم ورايح رح ينزل اسمك المخرج المساعد بالمنشط العريض درويش كابور، بس درويش ما بدي حدا يعرف بالتليفون ابدا مشان ما يفقد المشهد مصداقيته. معقول يا ابو الخير؟ درويش بيعجبك تمام التمام؟ اوكي درويش اوكي، يلا روح حبيبي يلا نفذ الاتفاق عليه. يلا بابا يلا. ولا يهمك معلم حاضر. يلا بدك شيء؟ انا رايحه. لا امي بس الله يرضى عليكي، ما بدي اياكي توقفي مثل الذليله قدام الكاميرا. اوعك ها بكره بس يطلع المسلسل بالتلفزيون العالم بدهم يقولوا هي بدريه بنت ام درويش قويه مثل امها. طيب امي بركي دوري بالمسلسل يعني ما كان قوي كثير، والمسلسل ما فيه اكشن شو بعمل انا؟ بلا مسلسل بلا بطيخ لك امي، انت اعملي مثل ما عم يعمل المخرج، المخرج ما عم بيتقيد بالنص وانت لا تتقيدي كمان. طاسه وضايعه. يلا ماشي امي يلا ادعي لي. روحي الله معك تمرين، الله يوفقك يا رب، الله يرضى عليكي. هلا يعني ضروري يمثل انا وام درويش؟ طبعا، بس هذا المشهد مقحم اقحام مو موجود بالسيناريو. يا استاذ طيفور هذا شغلي لو سمحت ما تتدخل فيه ابدا، واذا ما عجبك شوف لك غير المخرج يخرج لك المسلسل وانا هلا بمشي. شو الحكي هذا؟ بيخرب بيتي يا جماعه، بيخرب بيتي. اذا اتصل بام درويش وخلي تيجي فورا لو سمحت. حاضر. الو درويش زكاتك البسي بسرعه وتعي لعنا على الشركه اوامها. لك ايه ضروري طبعا. شو مشان شو بدك تمثلي؟ بدي امثل انا وياكي دور جديد. تعي. هلا معقوله هالحكي يعني؟ طيب ليش ما قالوا لي من الاول؟ والله فاجئوني. يلا ماشي الحال لفوت البس اواعي. ميت أهلين وميت فلة، تفضل يا ابني. أهلا وسهلا فيكي يا طنط أم زكي، بعد إذنك. إيه تفضل. يسلم ودياك. إيه
بدي اقول لك يا ابني، انت من شوي قلت لي انه بتمثيل وما تمثيل، انا ما بعرف امثل ماما. لا يا طنط ام زكي، معقوله ما تعرفي تمثلي؟ بعدين ليش مستوهمه من هالموضوع هاد؟ ما بدها الشغله بسيطه، يعني بيجي المخرج بيقول لك يا ام زكي هلا بدك تضحكي او هلا بدك تصرخي او تبكي حسب الموقف، يعني بين كوميكي وبين تراجيكي، اذا كان تراجيكي معناته بيكون صمي ضعيف، عرفتي شلون؟ أنا معك أنا معك، يعني رغم أنه ما فهمت شيء من كل شيء قلته، بس أنا هيك سمعت يعني بيقولوا أنه يعني التمثيل بده شيء من جوا من جوا، يعني أنه يعني الواحد لازم يكون شوية موهبة جواته. يعني لا طنط ام زكي، ما بدها هي من هون من جوا، لا من جوا ولا من برا، يعني شلون بدي اقول لك صار شغله التمثيل شغله المال وشغله، يعني شو بدك اكثر من ام درويش عم تمثل هي وطيفور هلا مع بعضهم عم يترغلوا وترغله وتمثيلها ناجح 100% وكله على التمام التمام واخذه بطوله كمان. ام درويش عم تمثل مع طيفور؟ لكان يا طنط ام زكي عم تمثل ام درويش ومالك خبر؟ هلا بكره ام درويش بتظهر على الشاشه وانت ملحوشه بالبيت بين الجلي والطبخ والمسح، بقى لا تعتذري، المخرج قال لي الدور لابسها لبس لام زكي، بقى كله على كله ولما تشوفه قل له. لا لا هلا اختلف الموضوع كثير المعنى. يا لطيف وين طنط ام زكي؟ اقلعتي مثل الصاروخ، اللهم عافينا في هبوب الريح، لوين رايحه؟ رايحه البس وروح معك. شغله ام درويش تستفرد بطيفور لحالها هي بعيده على اسنانها، استناني دقيقتين بس. هلا زبط الفيلم على 24.